النهاردة هنعمل واحدة من ألذ وأحلى وأسهل الحلويات الشرقية اللي ممكن تعملوها. مش متخيلين القوام بتاعها عامل ازاي. أنا برضو مش قادرة أوصل هي قد ايه بتدوب في البق. قوامها تحفة تحفة. نوع من الحلويات التركية اسمها شاكر باري، أو اسمها اسم تاني شاي عليها رموش ست. هنعملها النهاردة بنكهتين، واحدة بالفانيليا واحدة بالكاكاو، والاتنين طعمهم رهيب. أهم حاجة عندي هو القوام، بتدوق هي دي فعلا تستحق هاشتاج بتدوق في البق. طعمها وقوامها رهيب. القوام فعلا مش بيتلمس كده يتفتفت معانا. اول مره عملتها ما عجبتنيش النتيجه قوي عشان كانت شويه عامله زي الكيك المسقي. بس هقول لكم على كام نصيحه واحنا بنعمل الوصفه، هي اللي طلعت القوام الدايب اللي بينهار اول ما نلمسه ده. تعالوا نبدا الاول بالمقادير. المقادير بتاعتها بسيطة كعادة كل الحلويات الشرقية. هنحتاج شوية زيت وزبدة وبيض ودقيق عادي ودقيق اللي هو السيمولينا أو دقيق السميد زي اللي بنعمل بيه البسبوسة. من الدقيق العادي هنخلي جنبنا 2.5 كوباية، 1/4 كوباية من دقيق السميد الناعم. استخدم ستيك واحد من الزبدة زي ده، فيه حوالي 115 جرام، بيكون فيه تقريبا 8 معالق أو حوالي 0.5 كوباية من الزبدة، ويكون بدرجة حرارة الغرفة عشان يتخلط معانا بسهولة. هحتاج 0.5 كوباية زيت، 0.5 كوباية سكر، مش هنكتر سكر فيها لان كده كده هنسقيها في الاخر بالسيرب او بالشربات. احتاج كمان 3 بيضات، هستخدمهم كلهم بس هشيل منهم صفار واحد، شيله على جنب عشان هندهن بيه الوش، يعني اللي هيدخل في العجينة هيبقى بيضتين وكمان بياض بيضة، وهنشيل صفار واحد على جنب. 2 معالق صغيرين من البيكنج باودر، 2 معالق صغيرين ممسوحين، ما تتطوعوش وتكتروا علشان هيخليها تتنفخ قوي وقوام هيبوظ. والإضافة بقى اللي حبيت ان انا اغير كده فيها شوية، وهنعمل نص العجينة هنزود عليها 2 معلقة كاكاو عشان يبقى نصها بالفانيليا ونصها بالكاكاو، وهنحط رشة فانيليا. دي كده مقادير العجينة نفسها. هنحتاج كمان شوية مية وسكر اللي هنعمل بيهم السيرب او الشربات. المقادير اللي هنحتاجها، هنحتاج 2 كوباية من السكر و1.5 كوباية من المية، ممكن نحط رشة هيل او حبهان مطحون. انا مستخدمتش هيل المرة دي عشان هعمل نص بالكاكاو، الهيل طعمه ما بيليقش قوي مع الكاكاو، فكل اللي حطيته رشة فانيليا. هجمع المية والسكر مع بعض، ممكن لو عندكم شوية عسل جلوكوز او عسل نحل تحطوا حبة صغيرة عشان يبقى القوام بتاعه يفضل ناعم وما يعملش حبيبات. لو ما عندكوش مش مشكلة، بس قلبوا السكر والمية في الاول على البارد كده تقليبة خفيفة، وبعدين هنشغل على درجة حرارة متوسطة ونسيبه لحد ما يوصل للغليان. احنا مش عايزينه يتقل ولا يتركز خالص، احنا عايزين القوام بتاعه يبقى خفيف، يعني تقريبا حوالي 8 دقايق 10 دقايق، عشان لما نيجي نصب عليها اول ما تطلع من الفرن وهي سخنة ترضى تشرب الشربات، فعايزين قوامه خفيف. اول ما يوصل للغليان ويغلي شوية صغيرين هطفي عليه واحط رشة الفانيليا. نسيبه بقى يبرد على جنب ونجهز العجينة. هناخد طبق كبير هنحط فيه زي ما قلت لكم 3 بيضات ما عدا صفار بيضه هنشيله على جنب، وهنحط 0.5 كوباية السكر وهنضربهم مع بعض بالمضرب لحد ما يتخلطوا كويس. اللي ما عندوش ستاند ميكسر ممكن يستخدم المضرب اليدوي او حتى في الخلاط، ممكن نجمع المواد السائله كلها مع بعض وبعدين هنصبها على المواد الجافه. خلطت البيض والسكر لحد ما اتخلطوا كويس، وبعدين زودت الستيك بتاع الزبده الطري وهزود كمان الزيت. نقلب كل حاجه كويس مع بعض، لما الاقيهم اتخلطوا كويس هزود بقى السمين. وهزود رشة البيكنج باودر. يعني اخر حاجة، اهم حاجة ان اخر حاجة تكون الدقيق عشان مش عايزينه يتخلط جامد. الدقيق لما بيتعجن جامد، دي اول نصيحة مهمة، الدقيق لما بيتعجن جامد بيخليه ينشف، بيخليه يبقى يتشقق قوي زيادة عن اللزوم، ويبقى العجينة نفسها ناشفة ومترضاش تشرب السيرة. فتأكدوا ان اول ما نضيف الدقيق يعني نخلط خلط خفيف خالص وبعدين نبدأ نشكله. كمية الدقيق برضو مهمة جدا، وعشان هي بتختلف من نوع لنوع دقيق فممكن تحتاجوا تقللوا شوية. يعني انا رأيي انكم ما تحطوش 2.5 كوباية دقيق كلهم مرة واحدة، حطوا 2 كوباية بس، وبعدين شوفوا زودوا بالمعلقة واحدة واحدة لحد ما تحسوا ان العجينة بدأت تبقى ملمومة شوية. هي مش هيبقى شكلها شبه العجينة قوي، مش شبه عجينة المعجنات مثلا، بس تبقى مفتفتة شوية زي كده، بس هيبقى قوامها خفيف. يعني المفروض ان انا لما لم العجينة كده اعملها كورة في ايدي ما تتشققش من الجناب، وفي نفس الوقت ما تبقاش طريقة قوي لدرجة ان هي بتلزق. شايفين القوام اللي في ايدي ده؟ هو ده اللي انا عايزاه، ما بتلزقش في ايدي، ولما بضغط عليها كده مش بتتشقق من الجناب، كده بيرفكت. لو حسيتوا ان هي لسه طريه قوي عايزه كمان دقيق، زودوا معلقه وما تكتروش دقيق قوي علشان ما تشققش. ما تتعاملوش معاها ان هي عجينه بتاعت فطاير مثلا، هي المفروض تكون ناعمه قوي وخفيفه وشويه مفتفته كده زي عجينه الكوكيز او البسكوت. انا قسمت العجينه نصين وحطيت على النص منهم 2 معلقة من الكاكاو وخلطتهم مع بعض. ما تكتروش كاكاو قوي عشان ما يغيرش نسب المقادير كتير، ولو حسيت ان العجينه يعني محتاجه معلقه زيت كمان زودوها.
لحد ما يبقى بنفس قوام النص بتاع الفانيليا اللي احنا عملناه في الاول. اكيد حطينا رشه فانيليا مع البيض والسكر وعلى العجينه اللي هي الفتحه، ففي رشه فانيليا في الموضوع. مش هنستنى بقى على العجينه عشان السميد بيقعد يتشرب شويه في السوائل، فانا ببدا في تشكيلها على طول. يعني اول ما بعجنها بطلعها وشكلها على طول عشان تبقى سهله معايا. بشكلها بايدي زي الكوره كده الاول، وبعدين بعملها شبه الاسطوانه وبضغط عليها بحيث تبقى المفروض تبقى كده اي شيب، اعتقد ده سبب تسميه رموش الست، شبه شكل العين شويه. ممكن تعملوها اصغر من اللي انا عاملاها، هي بتزيد شويه لما بتدخل الفرن. اللي عايز يعملها حجم اصغر كمان يقدر. برصها على الصينيه وباخد طبق فيه صفار البيضه اللي احنا شلناها في الاول، وبدي مسحه خفيفه جدا جدا على كل واحده، مش عايزين طبقه سميكه، مجرد حاجه تخليها بتلمع شويه. وبعدين هاخد الشوكة وهعمل خطوط خفيفة على كل واحدة. عملت كده مع الاثنين، مع اللي بالكاكاو ومع اللي بالفانيليا، وكده بقت جاهزة ان هي تدخل الفرن. هنكون مسخنين الفرن قبلها كويس على درجة حرارة 180 مئوية، وهتاخد ما بين 15 ل 20 دقيقة على حسب الحجم انتوا عاملينها صغيرة او كبيرة. اللي لونها فاتح بيبقى سهل ان انتوا تحسوا ان هي اخدت لون ذهبي من تحت، بحطها على الرف اللي في النص، ولما الاقيها اخدت لون ذهبي من تحت اعرف ان هي استوت. برضو مهم قوي في المرحله دي ان احنا ما نسويهاش زياده عن اللزوم عشان ما تنشفش في الفرن. هنطلعها بقى على طول. واهم نصيحه، اهم جمله قلناها في الفيديو ده، لازم تتسقي وهي سخنه جدا جدا. يعني لو استنيتوا بس شويه دقايق ان هي تبرد شويه صغيرين، مش هتتشرب الشربات بنفس الطريقه ونفس الشكل اللي شفتوه في اول الفيديو. علشان تبقى طريه وتاخد نفس درجه السيرب او نفس درجه التشرب كلها حتى من النص، لازم تتسقي وهي سخنه جدا. الشربات مش لازم يبقى سخن، ممكن يكون دافي شوية او يكون بحرارة الغرفة، مش مشكلة، بس المهم ان هي نفسها تكون سخنة. يعني اول ما تطلع من الفرن نكون جاهزين بالشربات ونصبوا عليها على طول. تصبوها بقى على الصينية الكبيرة كده على طول مباشرة، تاخدوها هي تغمسوها في السيرب، او تعملوا زي ما انا عملت، انا نقلتها بسرعة صينية تانية صغيرة شوية عشان تبقى عايمة في الشربات اكتر. وحاجة كمان بتساعد ان هي تبقى طرية، بعد ما نسقيها بالشربات بحب اغطيها علشان اي بخار طالع منها وهي سخنة كده يحافظ عليها تبقى طرية جدا. هسيبها بقى كده في السيرب حوالي 20 دقيقة او حاجة، 20-25 دقيقة. لما افتح هلاقيها اتشربت كل حاجة وبقت بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طرية جدا جدا. لما بسيبها مكشوفة بحس ان الوش بتاعها من فوق بيبقى ناشف شوية، فحركة التغطية دي وهي لسه سخنة قوي وطالعة من الفرن، ونصب السيرب عليها على طول ونغطي، بتدينا القوام البرفكت اللي انتوا شايفينه ده. انا قلتها مرتين اكرر، لازم تتسقي وهي سخنه جدا. يعني خليكم مستنيين بالسيرب او الشربات مجهزينه في حاجه، واول ما تطلع من الفرن نصب عليها على طول ونغطيها ونسيبها على جنب لحد ما تمتص وتبرد وهي جوه الشربات. انا عملت النكهات كلها خفيفه النهارده، يعني كله بالفانيليا. العجينه فيها فانيليا، والتانية النص التاني فيه كاكاو، والشربات كمان نكهته فانيليا بس. ما حبيتش احط ماء زهر والحاجات دي عشان مش بتليق قوي مع الكاكاو او نكهه الشوكولاته، الفانيليا بتلي عليها اكتر. وبشيلها بقى بالراحه خالص، وانتوا بتشيلوها بقى من السيرب بعد ما تكون اتشربت بتبقى دايبه جدا، فشيلوها بالراحه عشان ما تتفتفتش. الفانيليا حطيت عليها شويه من الفستق المطحون، والشوكولاته حطيت عليها جوز هند. نفسي كده ادوقها لكم من الفيديو، من قد ايه كان الملمس بتاعها حلو وعجبتنا جدا. اقرب حاجه ليها هي البسبوسه، وان كان قوامها مختلف شويه عن البسبوسه، بس شوفوا النعومه بتاعتها عامله ازاي. فلافي اكتر من البسبوسه، وفي نفس الوقت من لمسه كده بتنهار، ما فيهاش اي قرمشه، لان جربت كتير وصفات كانت بتطلع متماسكه وناعمه قوي من بره وكله تمام، المظهر شكلها حلو بس ما فيهاش القوام الدايب ده، وهي عايزه تبقى كده، هي عايزه تبقى منهاره كده. بالهنا والشفا مقدمه لكل اللي هيجربها، واشوفكوا تاني على خير قريب. وباي باي.